فطلع المنديل ممكن نشرب القهوه حق الكوفي شوب وقال وقع. فهد النعيمه فنان سعودي. طلال الزيد فنان سعودي. تعرفت على طلال من كم؟ 4 سنوات او 5 سنوات تقريبا. اكثر لقاءاتنا كانت في كوفي شوب مثلا، نحكي كثير في الفن، نتبادل خبرات ومعلومات مع بعض يعني. فكنا من قبل سنتين نحكي من خلال التجارب الفنيه اللي كانوا الفنانين العالميين يشتغلون عليها. انا حسب ما اتذكر هي كانت اخر 2018 او اول 2019، الفتره هذه تقريبا. فكنا قاعدين في قهوه انا وفهد وقاعدين نتكلم، وجت الفكره. طبعا احنا اوريدي ناقشنا في الموضوع هذا سابقا، يعني ما كانت اول مره مثل ما فهد قال، يعني قبلها تقريبا اقل من سنه اتوقع. فطلع المنديل ممكن نشرب القهوه حق الكوفي شوب وقال وقع. وقع على ايش؟ على انه خلاص احنا نعتمد الفكره هذه وحننفذها. بديت ارسم انا على الاعمال او على الكانفس، فهد بدا يرسم وصار في تبادل في الكانفس. ف يعني احنا ممكن نشوف اللوحات، انا ادري مثلا انه العمل هذا في تحته اكثر من عمل، انا اعرف الشيء هذا وفهد يعرف الشيء هذا. يعني اوقات لما تشوفي العمل امامك وفهد مثلا يكون ضاف عليه، اضافه فهد ممكن برضو تعطيني مجال على اني انا اشوف شيء جديد، و يعني تعطيني دافع على اني اضيف شيء بطريقه مختلفه. انه الفنان لابد يجرب يخرج عن الخامة اللي هو التقليدية اللي كان يشتغل عليها. مدى الموضوع فيه تطوير، اعتقد ان الشخص المفروض ما يحد نفسه.